انا احمد فؤاد، انا خريج كلية التجارة جامعة عين شمس دفعة 2014. بعد ما خلصت جيشي وبعد ما دخلت رحت كذا وظيفة واشتغلت وكده، انا حسيت ان انا مش لاقي نفسي في وظيفة. انا حرفيا في ك ك كموظف فاشل. لقيت ان انا بحب العربيات جدا، ده من صغري. فابتديت الاول ان انا بجمع، يعني كان الموضوع بدأ معايا كهواية، هواية بحتة. يعني في ناس كان ابتدت في المجال ده قبلي في مصر، فكنت في قطعة تعجبني اروح اشتريها منه كده. يعني بعد كده عرفت الحاجة بجيبها ازاي، عرفت اجيب انا واعمل كوليكشن ليا، وابتديت انا اجيب الحاجات بقى وابيعها، لان مش هفضل على طول ان انا اجمع بس. وهكذا يعني الموضوع بدأ معايا كده كهواية، مش ان انا داخله من البداية يعني ان هو التجارة وكده. يعني في مواقع بتبقى خاصة ببيع الداي كاست بس برا مصر. في مثلا من البداية خالص، يعني ممكن من 4 سنين او 3 سنين، كان في بعض الحاجات موجودة في مصر لسه. دلوقتي لا، ما عادش في الحاجات دي بتتباع في محلات او حاجة، ولكن برضو هي كل الحاجات بتيجي من بره. وككواليتي بيفرق حاجة تعتبر لعبة أطفال عن حاجة لكوليكتور كبير بيحب يجمع وبيحب التفاصيل. في عندنا سكيل، أكبر سكيل المتعارف عليه ده 1 لـ 18. هنلاقي زي الجاجور الاس تايب، وزي اللانسر، زي الفورد. فالحجم ده بيوفر لنا اهتمام بالتفاصيل عالي، زي دي مثلا بتفتح كبوت، بتفتح البابين، دي مثلا مرايات بتتضم فيها حاجات كتير بتفتح، يعني كل الفانكشنز فيها ستبن من ورا. في مثلا عربية زي الجاكور دي برضو هنلاقي ان هي بتفتح كلها ما عدا البابين اللي ورا. تفرق بقى من شركة مصنعة لشركة تانية، دي بتعمل تفاصيل أقوى، دي بتعمل تفاصيل على قدها شوية بسعر مناسب. في بعد كده بقى السكيل زي ده 1 لـ 24، ده بيبقى اصغر شويه. بتبتدي الفانكشنز اللي فيه وظايف اللي هي الحاجه تفتح، الحاجات دي كلها بتقل شويه معانا. في بعد كده سكيل زي الـ 1 لـ 32، ده السكيل اللي هو زي بالظبط مقياس الرسم بتاع الخرايط كده. العربيه دي متصغره قد ايه من الحقيقه؟ فدي متصغره 18 مره بس، تمام؟ بمعنى ان العربيه الحقيقيه ضعف حجم دي 18 مرة. في يعني حاجات زي تاكسي اسكندرية، ده حاليا لسه شغال عليه، تاكسي اسكندرية لادا، وفي ده اوريدي جهزناه. ده بيبقى جاي عربية ملاكي عادي جدا، انا بعدل في اللون بتاعه وبعمل له نمر، ممكن اعمل له الليبل بتاعه اللي فوق كده. يعني هو انا في الحقيقه انا مش بصنع، انا في اي حاجه تخص الترانسبورتيشن عامه بنجيبها بنوفرها. زي الموتوسيكلات، الموتوسيكل ده هارلي ديفيدسون، ده سكيل 1 لـ 18. بيبقى فيه برضو الفانكشن دي اللي هو المساعدين اللي ورا، الجدون بتاعه بيتحرك، التفاصيل كلها بتاعته موجودة برضو، الموتور والسندات كل حاجة بتبقى موجودة فيه. هو مفيش عمر معين، لأن الهواية ليها كذا مشجع. يعني في اللي بيبقى معاه نفس العربية في الحقيقة فحابب ان هو يقتنيها، في اللي بيحب يجمع العربيات الكلاسيك، في اللي بيحب موديل معين فهيجمع كل اللاينز اللي فيه، كل الموديلات بتاعته. في حد بيحب عربيات الشارع، يعني زي الفيات 128 والبيجو 504 اللي هي كانت موجودة في حقبة الناس عاشتها، فبتعملها نوع من النوستالجيا كده. يعني في مثلا لو هنتكلم عن السكيل 1 لـ 18، ده بيبتدي من 2700. ففي حاجة زي كده، دي انتاج شركة مايستو، بيبقى فيها مساعدين، بيبقى فيها ستيرنج، دركسيون بيتحرك مع العجلات اللي قدام، غير ان هي بتفتح كلها طبعا، كبوت، شنطة، بابين. في حاجة زي كده بتبقى اعلى شوية، دي بتبقى فول بادي، فول يعني ميتال، بتبقى معدن من فوق من تحت، حتى الوزن بتاعها نفسه تقيل. سعرها، وده سعر قديم، دي سعرها 3500، دلوقتي سعرها ممكن يوصل يعدي 7000 جنيه مثلا. في حاجات بقى في النص، يعني في الوسط، دي مثلا سعرها 3200. في حاجات ارخص بقى يعني، بس سكيل اصغر،
بيبقى برضو فيها مساعدين وبتفتح كلها وكل حاجة، دي مثلا ب 1100. ان الجمارك ما تبقاش الدبل على الحاجة، ان الواحد يبقى عارف يجيب الحاجة من بره بطريقة اسهل. بتقابلنا طبعا معوقات كتير، غير ان الفترة الاخيرة الشراء نفسه من بره مصر مثلا اتقفل عليه، ان انتي مش هتعرفي تتعاملي بالدولار. في ناس بتفتكر ان دي لعب اطفال وبتحس ان سعرها مبالغ فيه. دي هواية وليها ناسها ومحبيها والمهتمين بيها، وما هيش لعب اطفال خالص. Thank you.